يتواصل الإقبال على مهرجان مسقط في جميع فعالياته مع بداية أسبوعه الثالث، حيث شهد يوم أمس إقبالاً لافتاً من قبل محبيه برفقة عوائلهم في كل من منتزهي النسيم والعامرات، ما شكل زحاماً على مختلف أماكن المواقع. هذا على الرغم من تدني درجات الحرارة والطقس القارس، فمنذ الساعات الأولى لافتتاح بوابات منتزه النسيم العام بدأ الجمهور في التوافد، حيث حرص الزوار على زيارة معظم أماكن فعالياته من برامج ومناشط اتسمت بالتنوع والإثارة.